ويعيشوا معايا النهاردة أجواء الاحتفال برأس السنة في إسطنبول. شوف المحل ده بيبيع هدايا وحاجات ليها علاقة برأس السنة، زحمة جدا. وهذه الوجبة اللي أنا طلبتها ده عبارة عن البيديه بالبطاطس والدجاج، وخلينا حاليا نختار حاجة كده سريعة أيضا ناكلها من عند كمال أسطى. كل صراحة حلوة جدا خطيرة. ويا مساء الفل، تعالوا النهاردة نشوف ونكتشف أجواء السنة الجديدة في إسطنبول. ويا مساء الفل مرة تانية من إسطنبول. خلاص آخر ساعات أو دقايق من عام 2023، ونستقبل إن شاء الله عام 2024. خلال فيديو النهاردة حابب أتوجه معاكم أولا إلى الجانب الأسيوي. أنا موجود حاليا أمام المحطة البحرية في منطقة كاراكوي، استخدم العبارة وانتقل الى منطقة كاديكوي. اجواء الاحتفالات بالعام الجديد تكون هناك جميلة جدا، فحاليا يلا بينا على الجانب الاسيوي من اسطنبول. زي ما قلت لكم استخدم العبارة هنا في منطقة كاراكوي. لازم يكون معاك كارت المواصلات الخاص باسطنبول، اسطنبول كارت. تكلفة الرحلة حاليا على ما اتذكر 19 ليرة. خلينا نشوف بالظبط 19.5. هنا العبارة المتجهة إلى كاديكوي. ما شاء الله العبارة زحمة جدا، الناس كلها تقريبا رايحة معايا على كاديكوي، لأن فعلا أجواء المسائية هناك بتكون جميلة جدا. واخيرا بعد رحلة مدتها تقريبا 25 دقيقة او نص ساعة وصلنا الى محطة كاديكوي، كاديكوي اسكلي. واخيرا وصلت الى منطقة كاديكوي. حاليا يلا بينا نشوف ونكتشف اجواء الاحتفالات بالسنة الجديدة هنا في الجانب الاسيوي من اسطنبول. وحاليا استعدوا معايا لزحمة احتفالات رأس السنة هنا في منطقة كاديكوي. شوارع زحمة جدا. انا موجود بالظبط في الشارع اللي هو عند سميت سراي، يعني عشان الناس ما تطوش انا عديت الشارع اللي هو عند المحطة البحرية، جيت عند سميت سراي. الشارع اللي جنب سميت سراييه شارع حيوي جدا، كله مطاعم كافيهات محلات. اتمنى صوتي يكون واضح، يعني الاصوات في الشارع مزعجة جدا، في اصوات عالية كتير. المكان اللي امامي حاليا ده مطعم بيعمل المكرونة الباستا، لكن في راس السنة مشهور ايضا بيعمل اللي هي الاضواء اللي انتوا شايفينها دي. ودلوقتي خليني احاول كده اخد معاكم جولة في الشارع ده، لكن في صعوبة شوية او صعوبة كتير يعني في التصوير. الشارع زحمة جدا، في محل حلويات هنا في الشارع بيعمل في راس السنة احتفالات ايضا او زينة كده لرأس السنة الجديدة، الناس كلها بتيجي تتصور عنده. هتشوفوه حالا، اسمه شاكارجي جعفر ايرول. احاول اعرض لكم الفيو قدر الامكان. صراحة شكله حلو جدا، الاضاءات والالوان اللي موجودة في منتهى الجمال.
طبعا ده الفيو الجميل اللي ممكن تشوفوه على السوشيال ميديا، لكن الحقيقة المنظر اللي حواليا حاليا زحمة جدا. لو تشوفوا هنا من الحاجات المتصلة جدا في تركيا في راس السنة، الناس بيشتروا بيسموه تقريبا اللي هو اليانصيب بالعربي. دي مثلا بقى سعرها 50 ليرة 100 ليرة في فئات كتير. بعد كده بتدخل على سحب ممكن توصل الجايزة 1,000,000 ليرة، مش عارف بقى أكبر جايزة بتكون قد إيه، معرفش بصراحة هل الموضوع ده حرام أصلا ولا لأ، لكن هو منتشر جدا في تركيا. عامة لو صدفة رحلتك لتركيا أو لإسطنبول وكانت خلال رأس السنة، فأنصحك تيجي هنا لمنطقة كاديكوي. كل سنة هتلاقي محل الحلويات ده اللي هو شاكارجي جعفر إيرال عامل الزينة دي، الناس كلها بتيجي تتصور عنده. أنا بصراحة عمري ما دخلت المحل من جوه بسبب الزحمة اللي بتكون موجودة، لكن هو بيبيع يعني حلويات حاجات كلها احتفالا براس السنة وكده. الشارع زحمة لأقصى درجة ممكنة، زحمة رهيبة. في نفس الشارع أيضا هنا في منطقة كاديكوي هتلاقوا في محل حلويات مشهور جدا اسمه كمال أسطى، بيكون عامل أيضا زينة لراس السنة الجديدة. وخليني أقرب شوية وأصور لكم المنتجات عنده. مشهور جدا بالحلويات اللي هي الغربية، حاجات شكلها حلو جدا والسعر كمان يعتبر معقول، 50 ليرة أو 60 ليرة. أحاول أكل حاجة الأول كده وبعد كده أجي أحلي هنا. حاجات شكلها مغري جدا، والأسعار زي ما قلت لكم 50 ليرة 60 ليرة الحاجات اللي أمامي حاليا. اسم المحل هو كمال أسطى، من أشهر محلات الحلويات في الكاديكوي هنا في الجانب الآسيوي. الواحد طبعا لما يجي يشتري بقى محتار، الحاجات شكلها حلو جدا، اختار ايه ولا ايه. في منتجات تانية هنا، جنة من الحلويات، حاجات شكلها فعلا في منتهى الجمال، حاجات بالأوريو بالفراولة باللوتس. اما زي ما قلت لكم هحاول اكل كده حاجه سريعه وبعد كده احلي من عند كمال أسطى. لكن اجواء جميله جدا مع نهايه السنه وبدايه السنه الجديده 2024، ان شاء الله تكون سنه سعيده على الجميع، تحمل الخير يعني، خاصة كمان لأهلنا وإخواتنا في الأراضي المحتلة. الزحمة غير طبيعية النهاردة، المطاعم كلها بلا استثناء زحمة. بحاول ألاقي مطعم يكون فيه أماكن للجلوس، وحاليا جيت عند واحد من المطاعم المشهورة جدا في تركيا اسمه بيدام، بيعمل أكلة البيدي هتشوفوها حالا. بيدام على فكرة من المطاعم اللي ليه فروع تقريبا في جميع المدن في تركيا، هتلاقوه موجود كمان داخل المولات. الأسعار زي ما انتم شايفين تعتبر أسعار مناسبة لأقصى درجة ممكنة في الوقت الحالي في اسطنبول. شوفوا بيدام مشهور هنا في تركيا، اما بتعمل اوردر تستلم دي وبعد كده بتدي جرس كده او اشارة اول لما الاوردر يكون جاهز. وهي اخيرا الاوردر جاهز، هنا انتم شايفين الاشارة. وهذه الوجبة اللي انا طلبتها، ده عبارة عن البيدي بالبطاطس والدجاج مع المشروب.
البيديف التركية يعتبر يعني هو البيتزا بالطريقة التركية، يعني بياكلوه أكتر من البيتزا شوية، لكن من الأكلات اللي أنا شخصياً بحبها. طبعا لو توغلت شوية في شوارع منطقة كادي كوي هتلاقي أماكن السهر وكده منتشرة في المنطقة هنا. المحل ده أيضا عليه زحمة كبيرة، بيبيع منتجات أو حاجات ليها علاقة برأس السنة، شرابات وحاجات خاصة بالبنات وكده، زحمة جدا. زي ما تشايفين يعني الحاجات اللي بيبيعها كلها شرابات وكده، لكن مرسوم عليها رسومات نص السنة. النوع ده من الحلويات مشهور جدا هنا في كادي كوي في الجانب الآسيوي. اعتقد نفس عجينة الوافل. ولا زالت الزحمة مستمرة في شوارع كادي كوي. حاليا بصراحة حابب اكل حاجة مسكرة، حاجة حلوة، فخليني ارجع تاني عند المطعم لو فاكرين، او المحل يعني لو فاكرين، اللي هو كمال وسطى. وخلينا حاليا نختار حاجة كده سريعة ايضا ناكلها من عند كمال وسطى. غالبا اختار دي اللي هي باللوتس. والزحمة رهيبة يا جماعة. عامة اشتريت دي اسمها اللي هي برلينر، من الحلويات المشهورة جدا عند كمال وسطى، اشتريتها باللوتس. فبسم الله الرحمن الرحيم خلينا نجرب. انا بصراحة جربت كمال وسطى اكتر من مرة، يعني اول مرة اجرب اللي هي البرلينر دي، اوبس المنديل وقع، لكن جربت منه اكتر من حاجة بصراحة، من حيث الطعم والجودة ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. كل صراحة حلوة جدا. ورجعت مرة تانية عند محل حلويات شكارجي زعفريرول. زي ما انتم شايفين يعني زحمة جدا، الناس كلها بتيجي هنا خلال رأس السنة يتصوروا. الفيو او الخلفية في الصور بتكون فعلا حلوة جدا. واعتقد الاجواء يعني واضحة امامكم، المحلات كلها، المطاعم، المقاهي عاملين زينة بمناسبة السنة الجديدة. الناس كلها تحتفل تتصور. وهنا هتكون نهاية جولتي النهاردة، يعني حاولت انقل لكم اجواء الاحتفال بالسنة الجديدة من قلب الشوارع في اسطنبول. اتمنى ان شاء الله تكون سنة سعيدة على الجميع.